يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياكم الله يا جماعه في سلسله اخبار هوليوود، السلسله اللي نتكلم فيها عن اخر اخبار المسلسلات والافلام والانمي وغيرها من الاخبار المتعلقه في عالم صناعه الرسوم المتحركه والصور المتحركه وعالم المخرجين والكتاب والممثلين واي شيء له علاقه باي شيء نشوفه في الشاشه. وفي حال انك جديد على هذه السلسله، ترى سلسله اخبار هوليوود ما هي فقط سلسله اخبار، انما نشارك فيها بعض التوصيات وبعض القصص وبعض المواقف اللي يتم صياغتها على انها اخبار او مجرد سواليف ثانيه. فخليك معانا لانه ممكن تطلع لك بمسلسل بفيلم في كل فيديو تتابع. عموما ما راح اكثر عليكم كلام يا جماعه، ولاني عارف زي ما كل مره اقول لكم ان وقتكم ثمين، فما راح اضيع عليكم وقت اكثر من كذا. لايك للفيديو لو عجبكم، لان الضغط على زر اللايك اكبر شيء ممكن تدعموا فيه القناه، واشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول. والاهم من هذا كله، تلاقوا في صندوق الوصف جميع حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي، ديسكورد، تويتش، سناب شات، انستغرام، تويتر، كل الاشياء هذه مثل ما قلت لكم موجوده في صندوق الوصف. غير كذا اربط لي حزامك عزيزي الوجيه، ويلا بينا نخش على الفيديو. نبدأ الفيديو بأول خبر، وهو عودة المسلسل المريض والمختل والمرعب واللي يجيب أم الجلطة، المسلسل السوداوي واللي ينظر ويتنبأ بالمستقبل بأبشع طريقة ممكنة، وهو مسلسل بلاك ميرور. ياب، مسلسل بلاك ميرور عائد يا أخوان. المسلسل قريب جدا راح نشوفه، راح يتكون من 6 حلقات جديدة. المسلسل هذا عزيزي الوجيه، في حال أنك ما تعرف عنه أي شيء وحاب تتابع شيء جديد ومميز ومختلف، أحطه عندك في الليستة، ممكن يعجبك وممكن يناسبك. مسلسل بلاك ميرور هو مسلسل بقصص مختلفة، يعني كل حلقة تتابعها أنت تتابع حدث وقصة مختلفة. تقدر تتابع الحلقة الأولى وبعدها تقفز للحلقة الخامسة، بعدين تروح الموسم الثاني وتتابع الحلقة الثالثة، تروح الموسم الرابع تتابع الحلقة الأخيرة، ما عندك أي التزام في موضوع تسلسل الحلقات. عجبتك حلقة تابعها، ما عجبتك سكبها وروح للي بعدها، ما في أي تسلسل في الحلقات. مثل ما قلت لك، كل حلقة بقصة وتفاصيل مختلفة ونجوم مختلفين. عموما تصنيف المسلسل هو خيال علمي وغموض ودراما، والموسم السادس له قادم هذا الشهر بمشيئة الله، وتقدر تشوف التريلر تبعه موجود على اليوتيوب. العجيب انه اخر موسم من بلاك ميرور متى نزل يا جماعة؟ قبل 5 سنوات، فيفترض الانقطاع هذا المسلسل راجع لنا بحلقات مرة قوية وأفكار مرة سوداوية ومظلمة. أنا ماني عارف ليش إحنا نحب السوداوية وليش نحب نشوف العالم بهذه السوداوية، ولكن صراحة أفكار الحلقات في عالم بلاك ميرور مرة مميزة وغريبة. عموما شد لحزامك وخليك مستعد لعودة بلاك ميرور القريبة جدا. واقترب يا جماعة موعد صدور فيلم ذا فلاش، أحد أهم أفلام دي سي المنتظرة، واللي يشاع إنه قد يكون أحد أروع وأجمل أفلام دي سي بناء على رأي الناس القليلين المحظوظين اللي قدروا يتابعوا الفيلم قبل الناس الثانية. الفيلم راح تظهر فيه مجموعة شخصيات جدا كبيرة، مثل باتمان النسخة الكلاسيكية وباتمان بن أفليك، ونسختين من ذا فلاش، والنسخة النسائية من سوبرمان أو سوبر جير. 10 أيام تقريبا يا أخوان، وراح نشوفه في صالات السينما، وأتوقع أنك تقدر تحجز حجز مبكر في بعض صالات السينما الآن. وجزء ثاني قادم من فيلم بيرد بوكس، ولكن هذه المرة راح تدور أحداث الفيلم في برشلونة. وفي حال انك ناسي يعني قصة الجزء الاول، خليني انعش ذاكرتك. انا ايش جاي اسوي هنا غير اني اسولف لك واذكرك بالاشياء اللي انت ناسيها. فيلم بيرد بوكس الاول نزل سنة 2018، وكان من بطولة الممثلة ساندرا بولو، واحداثه كانت تدور حول قوة غامضة تجبر الناس انهم يغمضوا عيونهم وما يفتحوها ابدا. ممنوع تفتح عينك نهائيا في عالم بيرد بوكس، لانك بمجرد ما تفتح عينك راح تهجم عليك قوة غامضة وخفية وتنهي حياتك. ويضطر الناس في هذا الفيلم ايش، او في عالم هذا الفيلم، انهم يعملوا ايش، يربطون ربطة على عيونهم ويتمشون بناء على حواسهم المتبقية عدا النظر. الفيلم الاول كان جيد جدا وكان فيه رعب نفسي الى حد كبير، والجزء الثاني منه ما راح يكون مكمل لاحداث الجزء الاول، لا، بقدر ما انه راح يحكي قصة مختلفة ولكن في جزء اخر من نفس عالم بيرد بوكس، وبنشوفه ان شاء الله تعالى بعد شهر من تاريخ هذا الفيديو، او بالتحديد في شهر جولاي القادم. ومسلسل ذا ايدول، مسلسل ازعج ام 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 منا فيه ذا ويكند وبنت جوني ديب ومن يعرف ايش، مغني ومغنية صاعدة تحاول ويصير قلة حياة ومسخر، مسلسل مسخر. تشوف التريلر تبعه تقول
إيش قلة الحياة هذه؟ عموماً نزل المسلسل، نزلت منه حلقتين أتوقع أو حلقة واحدة، أنا ماني مهتم فيه، ولكن أحب أقول لكم إنه المسلسل أكل على إذنه إلين عض الأرض. تقييمه الآن على موقع IMDb 4.9/10، وهذا بعد نزول حلقة أو حلقتين من المسلسل. الغريب في الموضوع اللي مزعلني إنه من إنتاج HBO، وكلنا نعرف إنه HBO عادة حريصة في صناعة مسلسلاتها، فليش هذا المسلسل من HBO وبهذا السوء؟ الله أعلم، ولكن ما يحتاج. معظم المراجعين والنقاد قالوا إنه التمثيل بحد ذاته سيء جدا، خلي القصة على جنب، خلي أي شيء ثاني على جنب، التمثيل كارثي كان. عموما لو حاب تشوف المسلسل متوفر منه حلقة أو حلقتين في حال أنك حاب تشبع فضولك يعني. وصرح أحد كبار المنتجين في شركة ديزني وقال إنه في فرصة كبيرة جدا بأنه في إمكانية لإصدار أكثر من جزء مكمل لسلسلة أفلام لايون كينج، مش النسخة الكرتونية إنما النسخة الحية اللي نزلت قبل فترة. النسخة الحية والأولى الناس يعني قالوا عنها من جيدة إلى جيدة جدا، جابت أرباح كويسة، جابت تقييمات كويسة، ولكن الكلام مش هنا. الآدم يقول إيش؟ يقول إنه يعتقد إنه لايون كينج لو استمرت لمجموعة سلاسل وامتدت القصة راح تكون بنفس ضخامة وقوة عالم ستار وورز. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. وخبر لطيف وظريف، ما راح نعتبره خبر، اعتبروه فاصل إعلاني. واحدة من عامة الشعب يا جماعة كانت تتمشى في أحد الشوارع، وهي تتمشى اتفاجأت إنه في واحد يمر من جنبها. ومين طلع الواحد هذا؟ طلع الممثل أوسكار آيزك. راحت لعنده جري، سلام عليكم، كيف حالك؟ أنت بخيره؟ ممكن أخذ صورة سيلفي معك؟ قال له أوف كورس، بس معليش يعني عندي مكالمة فيديو على الجوال، بس المكالمة هذه من الممثل بيدرو باسكال، تبغين نتصور أنا وياه معاكي؟ قالت له وشو؟ وأنا هقول لأ، اثنين في واحد، هات يا مدير. بالفعل شوف الصورة، تصورت مع الممثل أوسكار آيزك وبيدرو باسكال اللي كان موجود في مكالمة فيديو. يا بنت المحظوظة. والموسم الثاني من مسلسل لوكي رسميا راح يتكون من 6 حلقات فقط، واللي راح نشوفه بمشيئة الله في شهر أكتوبر القادم، يعني تقريبا بعد 4 شهور. وفي حال أنك ما تابعت مسلسل لوكي ما ينفع تتابعه إلا إذا أنت متابع أفلام مارفل كلها ومسلسلاتها اللي عددها فوق 33 فيلم وشوية مسلسلات، فلا تشغل بالك إذا أنت من فانز مارفل يعني. وفي حال إنه عندك فضول تتابع أعمال مارفل أحب أقول لك ترى مو غلط، مرة راح تستمتع وبتنبسط، جرب ليش لا. ورسميا يا جماعة فيلم المخرج العبقري والأسطوري والتحفة الإنسان الفنان والمبدع كريستوفر نولان، فيلم أوبنهايمر يا جماعة تم تصنيفه على إنه فيلم للكبار فقط، يعني علشان تروح السينما يا عزيزي المتابع لازم يكون عمرك فوق 18 سنة، أو إذا كان عمرك في بعض الدول أقل من 18 سنة لازم يكون معاك ناس كبار يدخلوا معاك في السينما. فراح تكون مدة الفيلم 3 ساعات وشوية أو 3 ساعات بالضبط، وهذه المدة ما هو شيء جديد على أفلام كريستوفر نولان. ولكن يا جماعة بما أنه الفيلم تم تصنيفه على أنه للكبار فقط، انتشرت بعض الشائعات اللي تقول أن الفيلم راح يحتوي على مشاهد خليعة أو جنسية، ولكن ما في أي مصدر رسمي يدعم هذا الكلام، كله مجرد شائعات. والمرجح أنه سبب تصنيف الفيلم للكبار فقط هو بأنه ممكن يحتوي على ألفاظ، أو ممكن بسبب بعض المشاهد العنيفة اللي ممكن تكون في الفيلم. احنا نتكلم عن فيلم يحكي قصة الرجل الذي اخترع القنبلة الذرية، اكيد في سب وشتايم وقلة حياة ومآسي، لانه اذا انت تعرف كريستوفر نولان فغالبا انت تعرف انه نولان ما يحب يقحم المشاهد الجنسية والمشاهد الدموية العنيفة والمبالغ فيها في افلام. كريستوفر نولان حرفيا عكس ترنتينو، ترنتينو يحب المشاهد الجنسية والمشاهد اللي فيها حاجة جنسية والمشاهد الدموية والعنيفة، كريستوفر نولان العكس تماما، ما يحب يسوي ذي الاشياء، وان كان في مشاهد عنيفة دائما يحاول يقلل كمية الدماء اللي ممكن تشوفها في المشهد، وإن كان في مشاهد جنسية فهي ما راح تتعدى بوسة ولا بوستين، ما يحب يتعمق في التفاصيل اللي ما راح تضيف شيء للقصة. يا ليت بعض الناس تتعلم يا كريستوفر نولان، يا ليت هذيك الشركات اللي أشغل أمنا بالإضافات اللي مال أمها لازمة في عالم المسلسلات والأفلام والأنمي يفكونا من قلة الحياة ويركزوا في القصة. عموما يا جماعة شهر بإذن الله وراح نشوف فيلم أوبنهايمر في صالات السينما. يقول لكم يا جماعة فيلم باربي من كثر ما هو مرة وردي وردي كده، كله وردي في وردي تقريبا، ومعظم المشاهد ومواقع التصوير ملونة بوردي، صار فيه نقص حاد في اللون الوردي حول العالم، أقصد الصبغات الوردية والدهان أو البوية أو أيا كان مسماه. ترى من جد قبل فترة انتشر هذا الكلام، اللون الوردي صار مرة فيه مشكلة في وجوده في الأسواق، تروح تدور لون وردي يقول لك والله ما في، فيلم باربي أخذ كل أم اللون الوردي اللي في العالم. وترى بالفعل لو تشوف بوسترات فيلم باربي والتريلرات كله وردي في وردي. المشكلة إيش يا جماعة؟ يمكن كلكم عارفين لأني سبق وشاركت المعلومة هذه معاكم، موعد صدور فيلم باربي راح يكون بالتزامن مع موعد فيلم
أوبنهايمر لكريستوفر نولان. السؤال الآن يا عزيزي الوجيه، هل راح ينتصر اللون الوردي ولا راح ينتصر كريستوفر نولان في شباك التذاكر في هذاك اليوم؟ وفيلم سبايدر مان أكروس ذا سبايدر فيرس، أحد أكثر الأفلام المنتظرة في هذه السنة بالنسبة لي وبالنسبة لناس كثيرين. صدر الفيلم في عدة دول حول العالم، عندنا لسه ما نزل ولا نعرف ليش مأخرين، ولكن يفترض أنه بينزل في فترة ما هذا الشهر. ولكن أحب أصدمكم يا جماعة، ومثل ما كنت متوقع، الفيلم في أول يوم عرض له حول العالم قدر أنه يحطم أرقام قياسية كونه مجرد فيلم سوبر هيرو أنيميشن. أول حاجة الفيلم جاب تقييمات ومراجعات من أروع ما يكون، الناس جالسة تطبل في كل مكان. يا عمي أقول لك حاجة، في موقع IMDb أخذ تقييم 9.1 من 10، وهذا التقييم يعتبر جدا ضخم في عالم السوبر هيرو زي ما أنت عارف. غير كذا الفيلم ميزانيته 150 مليون دولار، مبلغ ضخم. ولكن تخيل أنه في أول كم يوم، مش أول أسبوع، أول كم يوم من عرضه في صالات السينما قدر أنه يجيب أكثر من 200 مليون دولار، ومن المتوقع له أنه في نهاية الأسبوع يقفل النص مليار بالراحة ويمكن أكثر. عموما أنا ما أعرف وش ممكن يواجه الفيلم عندنا في العالم العربي، هل ممكن يلغونه، هل ممكن ما يعرضونه، هل ممكن يتأجل أكثر من كذا، الله أعلم. ولكن أتمنى أنه الفيلم ما يكون في أي إشكاليات ونقدر نشوفه في صالات السينما، لأنه واحد من أكثر الأفلام اللي منتظرها على حرم من الجمر زي ما قلت لكم. والكلام هذا أكيد في كثير يتفقون معايا فيه، وأكرر للمرة المليون، في حال أنك ما تابعت الجزء الأول، خلينا نفترض أنك ما تحب أفلام السوبر هيرو، وخلينا نقول أنك ما تحب الأفلام الأنيميشن، أبغاك تعطي هذه السلسلة فرصة. هو نزل منها جزء، وهذا الجزء الثاني اللي بينزل بعد فترة، جرب تتابع الجزء الأول، بإذن الله راح يعجبك. رسما، تحريكا، موسيقى، أغاني، أكشن، قصة، شيء رائع جدا. الفيلم الأول بعنوان سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس، وراح أحط لك البوستر تبعه هنا، أرجوك اعطيه فرصة وجرب تابعه، ممكن وبإذن الله راح يعجبك. وفيلم ذا ليتل ميرميد الحي يواصل تحطيم الأرقام القياسية الخاصة بأفلام ديزني الحية. أفلام ديزني الكرتونية كانت تحطم أرقام قياسية دايم، وأفلام ديزني الأنيميشن أو 3D كانت تحطم أرقام قياسية يا ساتر، ولكن الأفلام الحية كانت تجيب تقييمات سيئة، كانت تجيب أرباح يدوبة. هذا الفيلم Little Mermaid قاعد يسوي شغل للأمانة، تقييمات إيجابية، أراء جدا إيجابية، وفوق هذا كله قدر إنه يقفل هذا الأسبوع أكثر من 328 مليون دولار. عموما إذا تابعته في صالات السينما هب لنا رايك في التعليقات. وفيلم Guardian of the Galaxy، ومثل ما كنت متوقع من الصعب جدا انه يقفل حاجز المليار دولار، لانه خلال خامس اسبوع او سادس اسبوع من عرضه قدر انه يقترب من 800 مليون دولار. ففكرة انه يكسر حاجز المليار دولار فكرة مرة صعبة حاليا، ولكن يا جماعة 800 مليون دولار كإيرادات في شباك التذاكر مرة ممتازة وما هي حاجة سهلة ابدا، كون الفيلم ميزانيته كانت بس 250 مليون دولار. مارفل شغالين حاليا. عموما افلام مارفل نادر جدا انها تخسر، لانهم صراحه مسويين لنفسهم قاعده جماهيريه، حتى لو كان فيلمهم سيء يجيب فلوس. ونفس الكلام عند دي سي، مهما كان الفيلم سواء عظيم او عادي، افلام السوبر هيرو من دي سي ومارفل دائما تجيب فلوس مره كثيره. وفيلم فاست اكس او الجزء العاشر من سلسله افلام السرعه والغضب او فاست اند فيوريوس، رسميا قفل 604 مليون دولار امريكي في شباك التذاكر بعد تقريبا اسبوعين من عرضه. ويبدو إن شركة الإنتاج قالت بس تكفي 600 مليون دولار كفاية، يلا نزلوا الفيلم إيش بجودات عالية على الإنترنت في الفترة الجاية، ما راح يطول ترى في شباك التذاكر، يمكن خلال الشهر الجاي يكون موجود بنسخة رقمية عالية على الإنترنت، لأنه ليش لا؟ ميزانيتك 340 مليون وفي أسبوعين تدبلها، اسحب أم الفيلم من صالات السينما، ليش لا؟ وبالمرة سوق لمنصاتك الرقمية كمان. العجيب يا جماعة إنه فيلم سوبر ماريو بالرغم من إنه يعني صار متوفر بنسخ رقمية على الإنترنت الآن، تقدر تشوفه من الجوال، من اللابتوب، من البي سي، من أي كان، ومع ذلك إلا أنه ما زال قاعد يجيب فلوس في شباك التذاكر العالمي. سوبر ماريو مسوي شغل مرة عجيب، ميزانيته 100 مليون دولار وإلى يومنا هذا، وبالرغم من توفر نسخة رقمية عالية الجودة منه على الإنترنت، إلا أنه قدر يكسر حاجز المليار و300 مليون دولار. يا ساتر يا سوبر ماريو. عموما إذا ما تابعت فيلم سوبر ماريو وكرر عليك تابعه، ترى فيلم مرة ممتع ورهيب وتقدر تتابعه مع عائلتك وأطفالك. وختاما يا جماعة، عشاق ومحبي عالم مانجا ون بيس او عالم اودا او قصة ون بيس، الفصل القادم هذا الاسبوع راح يكون الفصل الاخير، مش لقصة ون بيس، انما راح يكون الفصل الاخير وبعدها راح يتوقف
أو تتوقف كتابة الفصول أو إصدار الفصول لمدة شهر كامل، 4 أسابيع تقريبا ما راح نشوف فيها أي فصل جديد لون بيس. وبيني وبينكم الفصول صراحة مسوي شغل وقاعد تقدم أداء مرة حريقة. وبعدين واضحة وصريحة أودا ليش يوقف يعني ذي الفترة بالتحديد؟ عارف إنه عندنا اختبارات، عارف إنه طلابنا قاعدين يختبرون في المدارس، ترى أودا يعني مركز على العالم كله، مين اللي عنده اختبارات يوقف على جانهم؟ ظبط المظبيط أودا. أمزح معك، لا تحط دسلايك يا أخي، لا تحط دسلايك، الواحد ما ينكت، الواحد ما يستخف دمه شوية، مين اللي تقول راح يحط دسلايك؟ صلي على النبي ابن حال. أحب أتاك أون تايتن، أحب ون بيس، أحب كل الأنميات اللي تابعتها. أهجد روق، يجيبك كذا على طول كذا وتروح أهجد ريلاكس، الأمور طيبة، أنا أحبك وأنت إنسان كويس، وأنا متأكد أنك ما راح تحط كل ذي الزحمة عشان لا تحط دسلايك، يا ويلك تحط دسلايك بعد. الله يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الفيديو لو عجبكم اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب، وكل الأشياء اللي ممكن تتابعني فيها موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.